الطائرات الإسرائيلية ضربت مدرسة أطفال في محافظة الشرقية تبع مركز الحسينية اسمها مدرسة بحر البقر. يلا يا بن أمين. يلا على فين؟ يلا طيب خلص اللي في إيدي. طيب افهم بس يا ساميه، احنا رايحين على فين بس؟ اطلع على الشرقيه، قريه اسمها بحر البقر. ايه بحر البقر دي؟ اطلع يا رافع. انه في 9 من صباح اليوم قامت الطائرات الاسرائيليه باختراق المجال الجوي المصري وقصفت احدى المدارس الابتدائيه المشتركه في قريه بحر البقر بمحافظه الشرقيه شمال شرق القاهره. ويقدر عدد القتلى من الأطفال بنحو 30 طفلاً، بينما يقدر عدد المصابين بإصابات خطيرة بأكثر من 50 طفلاً. اللي حصل النهارده في بحر البقر ده انا ايه مدى علاقتي بيه؟ مالكيش اي علاقه، هيكون لك علاقه ازاي؟ المعلومات اللي انا اديتها لهم بايدي اللي انتوا خليتوني اديها لهم دي ليها علاقه باللي حصل النهارده؟ قلت لك لا، هيكون لك علاقه ازاي بيها؟ الاطفال اللي ماتت النهارده دول ذنبهم ايه؟ دي رساله، رساله واضحه زي الشمس، عايزيننا نوقف حرب الاستنزاف. يقوموا هادين مدارسنا. ايوه. ومموتين عيالنا. ايوه. والحل؟ الحل؟ الحل اللي قاله زعيم، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، هو ده الحل. عايزني أروح لهم إمتى؟ هما مستنينك. أنت جاهزة؟ إن شاء الله. مش خايفة؟ العمر واحد والرب واحد. وحشني يا نبيل. ابو سليم رجعت امتى من اسرائيل؟ امبارح. قلت بقى اجي اطمن عليك. جواب من مصر ها؟ عرفت على طول. واقف ليه؟ ما تيجي تقعد. لا لا لا، هنا هنا جنبي. اقرا الجواب. جواب عزيز وحشني جدا. تعمل ايه؟ اقرا كويس. ايوه يا ابو سليم، دي كلها مقدمات، انا هقول لك المفيد. اقرا لي بالتفصيل الممل وكلمه كلمه وحرف حرف. حاضر.
زوجي العزيز نبيل، وحشني جدا جدا. اخيرا تمكنت من تدبير ثمن السياره، والمبلغ الذي دبرته كبير جدا، ومن ثم فلن اقبل باقل من سياره فاخره على زيرو. سوف ارسل لك خلال ايام تلغراف بتاريخ وموعد وصولي الى روما. قبولاتي يا حبيبي الغالي. الجواب ده مبعوت من امتى؟ من اسبوع تقريبا. يبقى هتوصل في اليومين دول. طيب تمام. انت رايح فين؟ هوضب شنطتي. اشمعنى يعني؟ عشان اجي معاك روما اقابلها في المطار زي المره اللي فاتت. تبقى وحشتك. مش مراتي؟ لا، المره دي انت هتبقى هنا، ولو احتاجتك هبعت لك. امال مين اللي هيقابلها؟ ادريان هو اللي هيقابلها. ادريان هيقابلها لوحده؟ ليه؟ ايه؟ بتغير عليها؟ انت ناوي على ايه بالظبط مع سامي يا ابو سليم؟ لما جت المره اللي فاتت مشيت من غير ما اعرف انتوا كنتوا عايزين منها ايه، ولما سالت عليك قالوا لي انك سافرت اسرائيل، ولما رحت الايزاك عشان افهم منه عاملني وحش قوي. انت حتى النهارده لما دخلت عليا ما حاولتش تسال عن شغلي، كل اللي همك انك تسال عن ساميه واخبارها وبس. ممكن افهم انتوا عايزين منها ايه بالظبط؟ شفنا انها تستاهل تشتغل معانا. ساميه صعب، صعب قوي قوي انها تشتغل معاكم. لسه ما اتخلقش اللي يرفض يشتغل مع العمه، انت فاهم؟ ما اتخلقش. يبقى افهم من كده بقى ان انتوا نويتوا تستغنوا عني. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ما هي الحكايه واضحه زي الشمس. لولا ان انتوا كنتوا عاوزين توصلوا لساميه ما كنتوش عرفتوني ولا عبرتوني من اصله. ايه كلام العيال اللي انت بتقوله ده؟ انت اهم سبوتر بالنسبه لنا اتزرع في اوروبا من سنين، وانت اللي مجند نص الشبكه اللي شغاله معانا في مصر وفي سوريا. وثانيا انت اللي جبت لنا ساميه فهمي، يبقى يلزم الكلام السخيف اللي انت بتقوله ده. يلا بقى قوم حضر لنا لقمه ناكلها، انا جعان ما اكلتش حاجه من الصبح. يلا بقى امال. خدت الفيزا وحجزت تذكره؟ يبقى مفضلش غير انك تاخدي اجازه من المجله لمده اسبوعين، ولازم تبعت لهم تلغراف تقول لهم ميعاد وصول الطياره وتاريخها، وانا ورؤوف هنسبقك على روما. وهناك هتصل بيك ازاي؟ انت مش هتتصلي، انا اللي هتصل بيك. انت هتقابلي مدير الوكاله اللي في الغالب هيكون الكيس اوفيسر اللي ماسك كل العمليات اللي بتتم في اوروبا. انت تعرفه؟ انت اللي هتخلينا نعرفه، ونعرف بقية الشبكة اللي موجودة في أوروبا، ونعرف الشبكة اللي موجودة في مصر إن شاء الله. طب هعرفه إزاي؟ لو كلمك بصراحة أو حاول يجندك يبقى هو، وأنت وقتها أكيد عارفة تتصرفي إزاي وتقولي له إيه. بس أهم حاجة إنك ما تقوليلهمش إنك بتكرهي مصر، لأنهم مش هيصدقوكي. قولي لهم إنك ضد نظام عبد الناصر، مش أكتر، علشان يقتنعوا. حاضر. الدوسي ده فيه المعلومات اللي لازم توصليها له، وانت عارفة الإجراء، تحفظيه ويتحرق. وآخر حاجة هدية مني للكيس أوفيسر بتاعه. هدية ايه دي؟ افتحي. ايه ده؟ صباع روج؟ ايوه صباع روج.